صفوف انتظار العودة إلى جحيم الحرب باتت أهون على بعض السوريين من الفرار تعويلاً على ضربة كانوا قد علقوا أمالهم عليها، لكن طال انتظارها كما يقولون. هذه العائلة خرجت من سوريا خوفاً من الضربة العسكرية المحتملة على بلادهم، بيد أنهم أصبحوا عالقين على الحدود، فلا أوراق ثبوتية للعودة ولا مكان في مخيمات لا تتسع للمزيد، ومع ذلك يصرون على العودة فكل الأوضاع سيان. حركة لجوء السوريين إلى الأراضي التركية عبر معبر باب الهوى تراجعت بعد المقترح الروسي بإخضاع الأسلحة الكيماوية السورية لمراقبة دولية، في وقت يشكك غالبية السوريين في مصداقية الدول الغربية تجاه أزمتهم. هي بالأساس الأمر ضربي ما في، هي بالأساس الأمر كذبي على الشعب، ونحن لا لنا بأمريكا ولا بتركيا ولا بروسيا ولا بالصين، نحن ورانا رب العالمين. اليأس تسلل إذن إلى نفوس الكثير من اللاجئين، ما دفعهم للتفكير في العودة إلى الداخل السوري مرة أخرى، غير آبهين بما قد يلاقيهم هناك. الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية لا تزيد اللاجئين إلا قلقاً وانتظاراً لنهاية باتت مجهولة بالنسبة إليهم، فغالبية السوريين الفارين أو العائدين إلى بلادهم عبر معبر باب الهوى يرون أن المزيد من الوقت في طاولات نقاش المجتمع الدولي هي بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لحكومة الأسد لقتل المزيد من السوريين حتى ولو بسلاح آخر غير السلاح الكيماوي. رفيدة ياسين، سكاي نيوز عربية، من الحدود التركية السورية.